تتواصل بالرباط أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية 15 التابعة للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أمس تحت شعار ما بعد جائحة كوفيد-19 ونزاع أوكرانيا تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي. وللحديث حول الرهانات المرتبطة بهذا الاجتماع نستضيف معنا في الاستوديو الزميل محفوظ ويل سالك، وهو صحفي ومسؤول تحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. أهلا وسهلا فيك محفوظ. مرحبا بك لينا. أهلا محفوظ، الاجتماع ابتدأ أمس وسينتهي اليوم، على مدى يومين ما الموجود على أجندة هذا الاجتماع لمواجهة التحديين الكبيرين جائحة كورونا وأوكرانيا بالنسبة للعالم وبالنسبة للقارة الإفريقية على وجه الخصوص؟ هما كما ذكرت لينا تحديان ورهانان بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة للعالم، مع تفاوت في درجة تحديهما لهذين الطرفين، لكن المشترك الآن بالنسبة لإفريقيا والعالم في الأزمة الروسية الأوكرانية هو البحث عن إمدادات، خصوصا بالنسبة لإفريقيا فيما يتعلق بالحبوب، فيما يتعلق بمسألة الأسعار، وبالنسبة للعالم خصوصا الدول الغربية تبحث عن بديل روسي فيما يتعلق بالغاز. وقد شهدنا زيارات متعددة لعدد من القادة الأوروبيين إلى إفريقيا والتوقيع على اتفاقيات بهذا الخصوص. ما بعد جائحة كورونا يشكل رهانا وأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، صحيح أنها من ضمن أقل قارات العالم وفيات وإصابات بفيروس كورونا، ولكنها يعني تداعيات هذه الجائحة اقتصاديا اجتماعيا وتنمويا كانت كبيرة وقاسية على القارة الإفريقية، وهي ما تزال تتلمس البحث عن مخرج لهذه التداعيات. لكنها وفي طريقها إلى ذلك جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، ومعروف أن روسيا وأوكرانيا تزودان معا العالم بنسبة 30% من احتياجاتهما فيما يتعلق بالحبوب، والحبوب مادة أساسية تعتمد عليها شعوب القارة الإفريقية، خصوصا وأنها في هذه الأثناء تمر يعني بمواسم شحيحة جدا على مستوى التساقطات المطرية، جعلت العائق وجعلت المشكل يتفاقم بالنسبة لها. لدينا من التداعيات الملموسة الآن أنه في دولة مثل تشاد مثلا تم إعلان حالة طوارئ غذائية، لدينا في دولة مثل الصومال أكثر من نصف السكان هو على حافة المجاعة، لدينا أيضا نسب معتبرة في جنوب السودان، لدينا منطقة القرن الإفريقي بكاملها تمر بمواسم أمطار شحيحة هي الأقصى منذ 4 عقود. نعم، لدينا أيضا أزمات في منطقة الساحل بهذا نعم الشأن. نعم، أثرت بشكل عام هي على العالم أجمع تماما، والواقع أكبر على إفريقيا. نعم، كيف تقرؤون محفوظ الرؤية الإفريقية للتعامل مع الحرب الأوكرانية؟ البعض يعتقد أن هذه بعض الخطوات جاءت متأخرة جدا بالنسبة للقارة الإفريقية. هي الحرب الروسية الأوكرانية الآن في شهرها الرابع، والقارة الإفريقية كانت أصلا تعاني من تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا، لأن هذه الجائحة ضربت الاقتصاد الإفريقي في الصميم وقضت حتى قوضت على الأقل الجهود التنموية والمشتركة، لأنه مثلا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشروع الأكبر منذ انطلاق منظمة التجارة العالمية كانت تراهن عليه إفريقيا كثيرا في يعني بناء اقتصادها ونهضتها الاجتماعية والتنموية وغير ذلك، هذا تعطل نسبيا بسبب الجائحة وتداعياتها. فضلا عن أنه والآن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية فتضاعف الأمر بالنسبة للقارة الإفريقية. إفريقيا تعتمد على النشاط الزراعي بشكل كبير جدا، وبعض بلدانها تكاد تعتمد يعني بنسب كبيرة جدا على الحبوب الروسية الأوكرانية، والمواسم الآن مواسم الأمطارية أو مواسم شحيحة، معظم دول القارة الإفريقية تمر بمواسم هي الأكثر يعني شحا وصعوبة منذ عقود. بالتالي إفريقيا الآن تبحث عن مخرج يخفف من هذه التداعيات في انتظار الخروج النهائي منها. نذكر بزيارة رئيس الدولي للاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال لكل من روسيا وأوكرانيا،
هذه الزيارة كيف رأيتها؟ بطبيعة الحال ضمن الجهود والبحث عن مخارج لهذه الأزمات خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية، كان ماكي سال رئيس الدوري الاتحاد الإفريقي زار روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه هذا الموضوع، بل وأكد على أن إفريقيا ضحية لهذا الصراع الروسي الأوكراني، ودعا إلى استثناء الغذاء من العقوبات وفتح الموانئ من أجل أن تصل الإمدادات إلى القارة الإفريقية. نفس الخطوة ينتظر أن يقوم بها أيضا لأوكرانيا للقاء فولوديمير زيلنسكي. بالتالي هي ضمن جهود متعددة الأطراف تقوم بها إفريقيا من أجل البحث عن مخارج، وفي سياقها أيضا جاء اجتماع هذه اللجنة في الرباط، وقبل اجتماع هذه اللجنة لاحظنا أنه أيضا المغرب عقد اجتماع بالدول المطلة على المحيط الأطلسي، ومعروف أن الواجهات البحرية ل 23 دولة إفريقية تشكل مصدر كبير جدا اقتصادي، يمكن إذا ما تضافرت الجهود وتعددت ويعني كان هناك التكامل الاقتصادي يمكن أن يقلل ذلك من وقع الأزمة الروسية الأوكرانية. بالتالي فإن اجتماع الرباط، زيارة ماكي سال، وأيضا هنا الآن أمس واليوم يتواصل أيضا في أبيدجان قمة، منتدى كبير جدا يحضره نحو 1500 من رؤساء الدول ومن الشخصيات الكبيرة ورفيعة المستوى في القطاع المالي والاقتصادي وغير ذلك، أيضا تبحث هذا الجانب المتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم الكبير الذي تعانيه بعض دول القارة الإفريقية جراء هذه التداعيات. نتمنى أن تكون هناك حلول لهذه الزيارات. نعود إلى ملف كورونا. جائحة كورونا عادت من جديد، لا نقول هناك بقوة لكنها عادت. ما أبرز ملامح الرؤية الممكنة بالنسبة للاتحاد الإفريقي بها بخصوص هذا الملف؟ الاتحاد الإفريقي حينما يعني بدأت جائحة كورونا، هو إفريقيا كانت مرت بالعديد من الأوبئة والجوائح، ليست عالمية ولكنها على الأقل إفريقية، مرت بالعديد من هذه الجوائح والأزمات، وكان يفترض أن تكون تلك الأزمات والجوائح قد يعني بلور الاتحاد الإفريقي بخصوصها رؤية مشتركة من أجل تعزيز الجانب الصحي الطبي لدى القارة الإفريقية، وقد قطع خطوات جادة في هذا الإطار. أزمة كورونا أكدت على ضرورة أنه ينبغي الاستثمار إفريقيا في المجال الصحي، في المجال الطبي، في مجال تكوين الأطر الطبية وغير ذلك، من أجل أن تكون إفريقيا قادرة على الصمود والتصدي للأزمات والجوائح. صحيح أن جائحة كورونا لم تكن إفريقيا من أكثر الدول التي عانت منها في المجال الصحي، وصحيح أنه تكاد تستوي الدول المتقدمة جدا والأقل نموا فيما يتعلق بهذه الجائحة، لأنه لاحظنا دول كبيرة جدا كادت أنظمتها الصحية أن تنهار أمام فيروس كورونا. بالتالي أعتقد أن ما قطع الاتحاد الإفريقي من قبل على ضوء الأزمات الصحية والجوائح التي عرفتها إفريقيا والآن جاء فيروس كورونا، كل هذا يعضد بضرورة أنه ينبغي أن يتم يعني بلورة رؤية مشتركة شاملة من أجل تعزيز وتقوية النظام الصحي الإفريقي. وقد عقدت عدة قمم وعدة منتديات وملتقيات إفريقية وعلى المستوى أيضا الدولي وشركاء إفريقيا في المجال الصحي والتنموي من أجل يعني تعزيز هذا المعطى وتقوية هذا الجانب مستقبلا لأن تتفادى إفريقيا هذا الأمر. ولكن هذا ينضاف أيضا إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وهي الأكبر والأشد وقعا خصوصا في جانبها الإنساني، لأنه ملايين الأفارقة الآن على شفا يعني حافة وقوع كوارث إنسانية، مجاعات في مختلف الدول، وبالتالي فإن التعاون ينبغي أن يسير في هذا الاتجاه على الأقل آنيا ومرحليا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن بعد بلورة رؤى مشتركة مستدامة قادرة على أن تكون إفريقيا إزاء هذه الأزمات الطارئة أكثر قوة وأكثر صمودا. وإفريقيا بالمقابل أيضا يحتاجها العالم، لأنه الآن أوروبا تحتاج إلى إفريقيا فيما يتعلق بإمدادات الغاز، والكثير من الدول الإفريقية هي منتجة للغاز ودخلت نادي الدول المنتجة، وبعضها في طريقة تصدير لهذا الغاز. بالتالي فإن إفريقيا بقدر ما تحتاج إلى العالم، العالم
أيضا يحتاجها، وبالتالي إن حصل هناك تكامل وتبادل لكل ما يحتاجه الطرف يمكن أن نبني أنظمة أكثر صمودا وقدرة على مجابهة التحديات. نعم، الزميل محفوظ والسالك وهو صحفي ومسؤول تحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، شكرا جزيلا لحضورك ولهذه التوضيحات. شكرا جزيلا.